اسالك على قائمه منتخب مصر طبعا، اختيار او اختيارات من الكابتن حسام حسن، اللي هي الاختيارات اللي شايفها في مصلحه منتخب مصر واللي يقدر يلعب بيها ويشتغل بيها، وده اتفاق الجميع يعني. طبعا. بس مين اللعيبه اللي انت كان نفسك تشوفها في المنتخب في القائمه دي؟ اقول لك على حاجه، سيبك من 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 ان انت متوسط الاعمار انت بتنزل بيه، ونزلنا تقريبا سنتين عن متوسط الاعمار عن اخر قائمه، او من سبع في السبع شهور اللي فات، وكابتن حسام ماشي بشكل كويس جدا. انا كان نفسي مع الولاد الشباب اللي داخلين دلوقتي دول، كان نفسي عبد الله السعيد يبقى موجود. اتفق. صدقني والله يا كريم، والله العظيم، مش عشان يلعب، خلي بالك، عشان يشوفوا بس الراجل ده في السن ده بيروح منتخب مصر، رساله مهمه جدا. رساله مهمه جدا لعيبه مصر كلها، خلاص السن مش مقياس، رساله مهمه جدا للولاد الصغيرين، ان الولاد الصغيرين تعالى اتعلم من صلاح وعبد الله السعيد، رموز كبيره جدا، انك تحافظ على نفسك. ان انا لسه بقول لك مع عزيز ومع الكلام ده كله، ان انت شايف الناس دي لغايه سن قد ايه بتلعب، وعبد الله كمان بالذات لغايه قد ايه بيلعب، وعبد الله لغايه النهارده بيروح منتخب مصر. تعالى بص عبد الله في التعامل، اخباره، تعالى بص تمرين عبد الله عامل ازاي، واخد بالك، تعالى بص اكل عبد الله عامل ازاي، تعالى بص نوم عبد الله عامل ازاي، شغل عبد الله في الملعب عامل ازاي، ممتع عبد الله في تحركاته وذكائه، والله العظيم هي دي النقطه، كلامه حتى في الملعب اخباره ايه. فانت النهارده بتعلم اللعيبه برضو، دي قيمه اللعيبه الكبيره اللي جوه التيم يا كريم، اللعيب الكبير اللي بيقدر يحافظ على نفسه، واللي يقدر يشتغل، واللي يقدر واللي يقدر واللي يقدر، ده نقطه مهمه جدا. شيكابالا النهارده اخباره ايه، واخد بالك، النهارده بعد السن ده كله النهارده وبيأدي وحافظ على اوضه اللبس ومحافظ على التيم، دي برضو عبقريه مهمه جدا. واخد بالك، والله مش عشان الزمالك كسب، خلي بالك، انا لا زملكاوي ولا اهلاوي، لكن هي الفكره دايما طول الوقت انت 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 بتبص على نماذج انت في شغلك محتاجها، صح، انت في شغلك تساعدك، تساعدك في شغلك، تعلمك، لا انا بتكلم تساعدك كمدير فني كمان، رسائل بتوصلها للناس كلها، لعيبه مصر كلها، لان كابتن حسام خلي بالك 2006 كان عنده كام سنه كابتن حسام؟ كان 40، اكتر من 40 سنه، 41 سنه تقريبا، وبيشيل كاس افريقيا يعني، فاهم قصدي ايه؟ فانت النهارده كان نفسي عبد الله ياخده، وانا قلت هياخد عبد الله بعد الماتش ده عشان يدي رساله للناس كلها ان عبد الله مختلف، واخد بالك، ان احنا عندنا نماذج مختلفه نقدر نبني عليها، والسن مش 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 وانا اللي هيأدي حتى لو بالسن دوت هارد، وانت لو سنك صغير مش هارد، هي دي النقطه. لان برضو انت محتاج خبرات جوه التيم بشكل مختلف طبعا، بجنب زيزو، بجنب صلاح، بجنب المجموعه الكبيره دي كلها. لكن انا شايف ان الشناوي طبعا مهم جدا، دوره مهم جدا، لكن انا شايف كان دور عبد الله مهم جدا في حد تاني ولا عبد الله بس؟ لا انا بتكلم عبد الله الكيس دي بالذات، لان انا كنت في التوقيت ده كان محتاج عبد الله يروح منتخب مصر، فهم، مع الولاد الصغيرين، مع احمد عيد، مع مفهوم، مع كان هيبقى مفيد جدا، مع كوكا، مع مش كوكا اسمه، او كوكا موجود، كوكا موجود في المنتخب، مع واحمد عيد موجود، وشحاته موجود، واسامه فيصل موجود. فانا بتكلم مع الولاد الصغيرين دول، كان فرق كتير جدا. اكيد لسه مكملين هذا الحوار، مفيد جدا، مفيد دايما الحوار مع الكابتن تامر مفيد، دايما بحبه يبقى في الكوره قوي كده يعني، عشان نستفيد ونتعلم يعني.